السلام عليكم بانش كلوب، حياه الملاكم، حلقه جديده، حماس كتير ومتحمسين نشوف شو حيصير بكماله اللعبه. هون وصلنا بالحلقه الماضيه، واخر شيء اخذنا انه كان في مهمه نشوف سيلفر، واحد اسمه سيلفر بعتقد، ونشوف وينه هذا سيلفر ليكو. اللي ما شاف السلسله لازم يشوفها من اولها، حرام يعني، في كتير شغلات ممكن تشوفها. واحد عم يقول لي تعال لهون، وهذا هو سيلفر، مرحب فيه. يبدو انه هذا مكان بيبيع الادوات الرياضية او المكانات الرياضية واشياء. عم بيقول انه هل في خدع سحرية انت بتعلمها مشان يصير الواحد اقوى؟ بيقول له لا، ما في شيء اسمه سحر يا ابني. الشيء الموجود هو انك انت فيك تعمل خليط باشياء تخليك تصير اقوى بدون ما تتعب كتير. ها بيقول هذا الشيء كتير منيح بالنسبة لي، او لحنا هيك عم نقول. بيقول له في شوية مشاكل جانبية بس هذا الشيء ما كتير أساسي يعني، بس يعني هالمشاكل الداخلية ما حتوقفك. إذا عنده هدول البوشنات، هاي البوشنات حقها ريد بوشن، بلو بوشن، جرين بوشن، حقها 41، ما عنا فيها، ما عنا أموال نشتريها. بالنسبة للستور كمان شو عنده؟ شيء عنده هدول الأشياء ممكن نشتريها ونحطها عنا بالبيت، أشياء رائعة. بس لاحظوا السعارة 250 150 200 250، هاي روعة، انا بحبها كثير. السمول بانشينج باك دائما بعمل هيك بعمل هيك بعمل هيك اضرب كذا، هاي بحسها كثير منيحة وتمرين حلو. هاي بدي اشتريها اول شيء، بس بدنا 150 لحتى نجيبها. اذا هذا هو كل شيء موجود بهذا الستور، عرفنا وبالوقت المناسب بنرجع له ونشوف شو بدنا نعمل. هلا بدنا اموال، نروح نشتغل هونيك يا ترى ولا نشتغل هون؟ انا حاسس انه هاد احسن. ميك بيطعمينا ولا لا؟ ما بيطعمينا هلا، نروح لهون يلا نشتغل بالبيتزا. شوف في عندك شي جديد؟ ما في عنده شي جديد. البيتزا الفظيعة فيك تحكي لنا عنها؟ بحط فيها بهارات هندية. بيقول لي بدك تجرب منها؟ بقول له ايه بجرب. اذا اعطانا البيتزا الحدة. بيقول في عنده توصيلة كتير خاصة سبيشال اذا حدا بيقدر يوصلها، وهذا اللي صار معي بعد ما رحت لوتس البيتزا اللي كتير ضرورية. بعد ما اجيت وصل البيتزا عم يقول اترك البيتزا وروح، ما في مصاري. انا بجاوبهم بقول لهم ما بيهمني المصاري، بيهمني الاموال. وبسمع صوت وبيطلع لي سلاحف النينجا. نعم بيطلع لي واحد من سلاحف النينجا، بس هو هون حاطين لك يا بدل سلاحف نينجا حاطين لك يا تمساح. اذا حاطينه بدل سلحفات حاطينه تمساح، وبدنا نقاتل هالتمساح. ما بعرف كيف بدنا نربحه. حطيت الضربة الجديدة تبعنا وفايت. ما بتوقع في امل انك تربحه، هو يمكن مو معمول لينربح، ما بعرف. هلا بنشوف بهالمعركة هاي. شوف ضربه، يا الله، لا هذا مستحيل فوزه بهالحالة، بالمستقبل يمكن. بس والله عم نقدر نناور شوي، عم نقدر نعمل له شيء. عنده 5 مهارات، احنا عندنا مهارتين. بس منيح منيح، مقبول مقبول الوضع، مقبول الوضع. شاينينج نايت، كل ما كان عندك ستامينا اكثر كل ما انت بتاكل ضرب اقل. عملنا عليه كومبويات حلوه والله، عم نعمل عليه دمج عالي. ستامينا تبعنا خلصت تقريبا، وطاقته 105. جولة جديدة، وقعناه على الأرض لأول مرة. مالي مصدق إنه قدرنا نوصل لهالحد هاد. يعني طبعا هو نحن ما حنربح، بس إنه قدرنا نوقعه على الأرض هذا هو المطلوب. خلاص أنا هلا سعيد جدا إنه قدرنا نوقع هالتمساح على الأرض مرة، مع إنه هو أقوى منا كل هالقد. شكله عم نشتغل صح
والمشاهدين بالكومنتات عم بيعطونا نصائح ممتازة. لوس ولكن والله إنجاز رائع بالنسبة لي، إنجاز رائع. عم بقول له إني أنا حنتقم منك يا تمساح بعدين. وبنرجع لهون وبنشوف إذا هاد حيقول لنا شي خبر. ما قالنا ولا خبر، بس خلينا ناخذ هال 30 نشوف بركي كمان في عنا طاقة ناخذ كمان. بتوقع منيح عنا طاقة مقبولة. حلو، بشكلنا بناخذ 30 كمان بس بكفي. في فايت هلا بس لا في ساين اب. ايه ساين اب من جاي بنسجل لبطولة جاية وبنروح على السوبر ماركت لحمة انرجي درينك ولحمة كمان خالصين على البيت. هاي الشنتاية مرة تانية لقيناها مفتوحة وعم بتضوي، ما عم نفهم الشنتاية لشو. نكبس عليها وعم تقلنا نروح لهون، نروح لهون نشوف شو بيصير. بقول شكلك تعبان يا دكتور. عم بقول له انا، عم بقول له انا اني انا حاسس انه في جريمة، في شيء صاير. عم بيقول انه ايه في واحد سرق الليزر تبعي. كان فيني اساله انه ليش ما سالت الشرطه، بس عم اساله اللي انت بما انك عالم كيف بيقدروا يسرقوا منك هيك شغلات. بقول له هلا بساله ليش ما حكيت مع الشرطه. بقوم بيجاوب بيجاوب انه هو ما بده الشرطه تعرف انه هو عنده ليزر بالابو تبعه، بس بيقول انه هذا الشيء غريب. وبقول له اذا لقيت الليزر برجع لك اياه. إذا لقينا له الليزر لهذا الشخص حينبسط كتير منا وأكيد يعطينا جائزة أو شيء ما بعرف. أكل الغرفة تبعنا، تمارين سريعة نرفع. ما بدنا ننهي اليوم ولحنا تحت، خلينا نطلع الليفل 4 وننام. اذا الى النوم، ما طلعنا الليفل 4 بس شبه 4 وننام ونعبي طاقة، وهي هذا الشيء اللي هلا نحن بدنا اياه. اذا تعبيت الطاقة هي بدها تكون، او الانرجي بدها تكون للماكس. جاع فاء من الجوع، ما حنقدر نعبي للماكس. نشرب ناكل لحمة، ناكل كمان لحمة. شوف قديش بياكل هال 1 جنجن 1 وواحدة انرجي، كمان واحدة انرجي. اذا شرب تنتين انرجي وواحدة اكل. يا شباب الجنجن 1 جنجن 1 عم بياكل كتير. اليوم بدنا نروح على النادي. بيقولوا لنا في هون شو مكتوب؟ هاي اسماء الاقوياء. عم بقول بتمنى انه اسمي يكون موجود. هذا من فين له شيء؟ هذا اذا بدي يمرنا بياخذ 15 دولار، نسيت ولا مره بنجرب عنده. واذا بدي قاتل بدي 20 دولار، هذا ولا مره بنتدرب عنده. نتذكر المره الجاي الحلقه الجاي نتدرب عنده. اذا نبلش الحبله تبعنا. روح على جهاز المشي، نعلي نعلي استمينا. تحمل تحمل، معلش تحمل هو اللي عم يعني بيصير في عنا مشاكل. ما عم نتحمل، عندي مشكلة تحمل بقلب المباريات. بلش يتعب من الركض، بلش وان جنجن وان يتعب من الركض. خلاص الله يعطيه العافية. بلش اللكمات
لكمات على الكيس مناسبة كتير اليوم. عم نغير بطريقة التمرين لنوصل نكون مستعدين بالبطولة نعمل إنجازات منيحة. ورحنا ليفلنا 4 و4 ب3 ويلا تمرين المفضل. تمرين المفضل يلا يا شباب يلا يا شباب كلياتنا كلياتنا نضرب بسرعة 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 بسرعة. تمرين المفضل نعم نعم نعم. وشوف شوف شوف هل حنوصل بالاجيلتي لليفل 5 اليوم؟ خلص اليوم ونزل كل شيء. كمان كمان بلش يتعب بلش يتعب بلش يتعب. تمام حلو اخذنا ليفل 5. بيقولوا انه انا مستواي صار احسن من قبل بكتير اني وصلت لهون. بيجي هلا للطاقة بس لساوي هي ليفل 3 بعدين نروح على المباراة. يلا 2 كمان بس الى الفايت. هل بمباراتنا هلا حنربح ولا حنخسر؟ بتمنى الكل يكون صادق مع نفسه، الكل يكون صادق مع نفسه، الكل ينزل لتحت على الكومنتات ويكتب تتوقعوا منفوز هالفايت ولا منخسر. اكتبوا لي توقعاتكم، ما تطلعوا كومنتات الناس التانيين، كل واحد يكتب توقعه. هاشتاج فوز الملاكم العربي او هاشتاج خسارة الملاكم العربي، اكتبوها بس الهاشتاج هيك لنشوف شو رأيكم كيف عم توصلوا. اذا بتمنى بهالحلقة كمان نحاول ندعم اللعبة اكتر انه نوصل فيها لعدد جديد من اللايكات. ان شاء الله يكون المقطع عليه اكتر من 1000 لايك وبالتالي اللعبة بتستاهل. وشوف القوة شوف الضرب شوف القوة شوف الضرب قديش مستوانا تحسن عن قبل. بس لاحظوا عم نستهلك الانرجي تبعنا والستامينة تبعنا بسرعة. بس وصلنا لنص طاقة بسرعة. لغاية الان طاقتي شبه مكتملة ما نقصني شيء. وشكله هالمباراة خير علينا. شكله هالمباراة كومبو 10 واو 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 على الضرب 6 8. يلا كمان 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 لحنا الأقوى لحنا الأقوى. يلا أعطيني إيه ممتاز ممتاز ممتاز. والضربة القاضية الضربة القاضية ليكا. وين الضرب القاضي؟ وين الضرب القاضي؟ اذا بهي الجولة بوعدكم هلا في ضربة قاضية غير شكل. و انطلاق ايه اعطيني واحدة من تحت واحدة من فوق. طيب لكمة اوه وقعني. طيب انا اللي حاقضي عليه. خد هي كمان هلا ليكا. لا ليكا عم بيقاوم عم بيقاوم ما بده يخسر بس هلا حيوقع هلا حيوقع. يلا يا سلام على هالفوز. وين جديد بنربحه بالبطولة. وهذا الوين ماله قليل بنوب. وين غالي على قلوبنا. ساين اب لبطولة جديدة ما بعرف بس خلينا نشوف شو اخبارنا. عم نطلع بالترتيب بس مو بشكل كتير كبير. بس نتائجنا هي انتصارات يعني. بالمرحلة الأخيرة أو الفترة الأخيرة بلشنا نقلب لانتصار. بالنسبة للسكيل تري قدي عندي عندي 3 بوينت. لسه بقيان لي بوينت لحتى أفتح شغلة جديدة وكمل الأشياء الثانية. إذا حلقة كتير كانت مهمة بلعبتنا. بتمنى أنه تكونوا استمتعتوا بهالحلقة. بتوقع انه احنا بلشنا نفهم اللعبة اكتر وبلشنا نتطور فيها اكتر. واللعبة فيها شغلة كمان بذكركم كذا شغلة. اول شيء انه اللعبة فيها انه بطاقتك بتضل بتنزل قدراتك بتنزل وقت ما تتمرن مثل الحقيقة. اذا واحد بيلعب رياضة بيوقف بيروح الرياضة اللي اكتسبها عن طريق الوقت كل ما لها بتروح. بقى هي اللعبة نفس الشيء. الشغلة الثانية انه اللعبة كروس بلاتفورم الى كلاود سيفينج. يعني اذا انت عندك اياها على البي سي وعندك اياها على الايباد فيك او على الجوال فيك انك تسجل سيف نفسها هون وهون. اول ما تفوت على اللعبة هي موجودة. اذا حابين اشرح لكم هذا الموضوع اكتبوا لي بس اتوقع هو سهل كتير. اول ما تفوت على اللعبة محطوط حتى ليكني بشكل سريع. هون فوق اليسار شايفين اشارة الغيمة. هون تعمل كلاود سيفينج تكبس بتحط واحد من جهاز تكبس ستارت ومن جهاز بتحط سينك. وبهالطريقة بتصير عندك سيفات كلاود سيفينج. هي معلومة مهمة لحالي خبركن عليها. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالحلقة من حياة ملاكم. بشوفكن قريبا ان شاء الله. كان معكم عمر اول جنجن وان ومع السلامة.